السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ اهلا بكم في قناتي سهر ستايل. النهارده هنعمل مع بعض الراديو التركي، طبعا منتشر جدا على راي مروه الشافعي، خطير ان شاء الله يعجبكم. الفيديو يكون سهل عليكم، لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، ويلا نبدا. اول حاجه انا جبت 4 قطع كرتون مقاس 15 في 20. لا احنا هنجيب 3، انا جبت 4 في الاول بس اكتشفت ان في واحده منهم انا مش هحتاجها، فانتوا هتجيبوا 3 قطع كرتون مقاس 15 في 20. ونيجي على الجوانب بتاعتهم كده ونجيب غطاء ازازه ونبدا نعمل ايه زي دوران كده للقطعه بتاعتنا، قطع الكرتون كلها علشان تبقى واخده دوران كده من الجنب، ما تبقاش اللي هي حاده قوي. فانا عملت لهم كلهم اهو الدوران، قصيته بالقطر، رسمت دوران بغطاء الازازه وبعدين قصيته بالقطر، بقوا معايا كده. هاخد واحده سليمه واسيبها على جنب. بعد كده انا خدت 2، انتوا هتاخدوا واحدة بس زي ما قلت لكم، هتجيبوا 3 قطع كرتون، هقول لكم انا في واحدة استغنيت عنها. وجيت على بعد كل 2 سم من الجوانب رسمت مستطيل داخلي، يعني مستطيل على بعد 2 سم من الاطراف. عملت كده في قطعتين، انتوا هتعملوا في قطعة واحدة بس. وبعدين فرحت المستطيل اللي في النص ده وشلته كده. القطعة اللي شلناها دي ما ترموهاش لان هنحتاجها دلوقتي، هيبقى معايا كده شكل مفرغ بالمنظر ده. اما القطعة التالتة فهاجي على بعد 3 سم من الاطراف، الطرف اللي فوق والطرفين اللي في الجنب، وارسم مستطيل بالمنظر ده مقاسه 5.5 في 7.5. وبعدين هاجي تحته وارسم برضو مستطيل تاني مقاس 5 في 2، 2 في 5 سم، واعمل له برضو دوران بغطا الازازة كده، اعمل له برضو دوران عشان ما يبقاش شكله حاد كده. فالمستطيل اللي فوق مقاسه 5.5 في 7.5، والمستطيل اللي تحته 2 في 5، وفرغت المستطيلين اللي انا رسمتهم دول، بقوا معايا شكلهم كده، بقت القطعه بالمنظر ده. هجيب بقى القطعه اللي انا مفرغاها بقى في الاول والزقها فوقها كده بالغيره. المفروض ان كنت عامله في الاول قطعتين كرتون مفرغاهم بالمنظر ده، بس لقيت ان هو هيبقى عالي قوي ومش هيبقى شكلهم لطيف، فهي واحده بس كفايه، فانا استغنيت عن واحده. عشان كده بقول لكم تستخدموا 3 قطع كرتون مش 4 قطع كرتون. وحطيت عليها غيره كده ولزقتهم مع بعض، بقى شكلهم بالمنظر ده كده. بقت معانا اهي دي اللي هي الواجهه بتاعت الراديو. القطعه بقى اللي انا فرحتها وقلت لكم ما ترموهاش دي، هنجيبها ونلزقها على ظهرهم بحيث انها تقفل لي المستطيلين اللي انا عاملاهم، بس هتبقى قافلاهم على بعد ايه سمك الكرتونه كده، يعني هتبقى هتقفلهم بس هيبقوا داخلين لجوه شويه. فاحط على الاطراف بتاعتها غيرها بالشكل ده والزقها على ظهر الفتحات اللي انا عاملاها كده اهو، زي ما شكلها باين دلوقتي كده اهي كده، قفلتها كده، بقى كونت الواجهه بتاعه الراديو بتاعي. وبعدين جبت قطعه كرتون طويله مقاسها العرض بتاعها 7 سم، ولو مش عندك قطعه طويله عادي هتعملي كل جنب كده لوحده مفيش مشكله، وهبدا الزقها على الاطار بتاع القطعه اللي انا عملتها دلوقتي دي. احط شمع كده وابدا الزقها على الاطار بتاعه بالمنظر ده، ولما يجي عند الحته اللي في الجنب كده اكسرها شويه كده من الجنب والفها معايا، هتلف عادي مفيش مشكله، وابدا اكملها وبرومها عند الجوانب كده اكسرها شويه وهكذا لحد ما اكمل المستطيل كله اهو كده. انا ببدا اكمله وهاجي عند الاخر بتاعه واقفلهم مع بعض كده بالشمع بحيث ان اقفل المستطيل على بعض. وبعدين اخد القطعه السليمه اللي احنا سبناها على جنب والزقها كده على الظهر بالشمع بحيث ان احنا نقفل بقى خلاص الراديو بتاعنا، نقفله خلاص اهي. انا هلزقه بقى، انا بوريكم بس انا هلزقه فين. انا كده لزقته اهو، بقى معايا بالمنظر ده، شكله بدا يبان معانا اهو. طبعا الفتحات بتاعه الكرتون اللي في الجوانب ما ينفعش نسيبها كده، فهنجيب غيره ونبدا نحطها على الجوانب بالمنظر ده، ونجيب اي ورق خفيف عندنا، ده اسمه ورق كرافت بيجي من المكتبه، ممكن تجيبي جرايد، ممكن تجيبي اي ورق كراسات، اي ورق خفيف عندك مفيش مشكله، ونغلف كل حواف الكرتون بتاعتنا بالمنظر ده بحيث ان ما يبقاش فيه الاخرام بتاعه الكرتون دي باينه، لا يبقى كله خلاص متغلف. انا كده غلفت كل الحواف اهو، وجبت دهان بلاستيك ابيض لان هو عندي طبعا، وانا انتوا عارفين ان هو عندي، لو مش عندك ممكن تجيبي اللي هو الورق اللاصق، تجيبي اللون اللي انت حباه وتغلفي بيه الراديو بتاعي كله. انا دهنت كده باللون الابيض اهو، هدهنه كله كده كله باللون الابيض خلاص.
وبعدين انا عندي شويه من اللون دوت اللي هو اللون الاقوى، كنت عاملاه قبل كده معاكم لما دهنت كلمه هوم، بقى عندي شويه فقلت هدهن بيهم، كانوا لسه موجودين يعني فقلت هدهن بيهم. انا حبيت اغير شويه عن البينك عشان احنا دهنا حاجات كتير قوي بينك، فقلت نغير بقى في الالوان كده شويه، فهندهن ده بلون، المره الجايه ندهن حاجه تانية بلون تاني وهكذا، يعني نغير في الوان كتير. وبعدين هاجي بقى في الفتحه المستطيل اللي فوق ده، انا كده دهنته كله اهو، هاجي في المستطيل اللي فوق واملاه بالغيره، احط فيه غيره شويه حلوين كده. وبعدين جبت دي حته خيش انا جايباها من عند الراجل بتاع اللي هو البقاله، هتجيبي اي حته خيش عندك او ممكن السلك اللي هو المفرغ او حتى عارفين الليفه اللي هي بتبقى مفرغه دي، اي حاجه بتديكي شكل ايحاء ان هو يعني سمبوكسات كده. المهم ان انا ايه لزقتها بالغيره هنا. عندي ورق باللون الاسود اللي هو كانسون، اي ورق عندك يكون لونه اسود، وقصيت حته كده عشان الزقها في المستطيل الصغير اللي تحت اللي هو مقاسه 5 × 2 سم، فانا قصيت حته كده باللون الاسود وحطيت غيره في القطعه بتاعتي كده من النص في المستطيل من جوه يعني، ولزقت فوقها القطعه السمراء بتاعتنا دي. وبعدين هتجيبي ورنيش مائي، ده طبعا بنستخدمه على طول، لو مش موجود عندك ممكن تجيبي غيره وتخففيها 4 أضعافها ميه، ونبدا نعمل على القطعه بتاعتنا كلها بالورنيش بالمنظر ده. اهو انا كده عملت عليها كلها بالورنيش، هيحميها من اي ميه او اي تراب او اي حاجه تيجي عليها، يكون حاجه عازله يعني. وبعدين جبت 2 غطا ازازه وقصيت برضو دايرتين باللون الاسود زي اللي انا عملتهم، وبدات الزق الدايرتين دول فوق غطا الازازه بالشكل ده عشان يديني شكل ان هو اسود، لو عندك دهان اسود ممكن تدهنيها تدهني الغطيان، وابدا الزقهم على الجنبين بتوع المستطيل الصغير بحيث يبقى كانهم اللي هو المقابض كده اللي بنقلب بيها القنوات يعني، والزقهم بالشمع. بس كده انا لزقتهم خلاص، هنجيب 4 لولي ونلزقهم في القعده كانهم الرجلين بتاعه الراديو بتاعنا. انا بعد كده جبت اللي هو القلم الكحل قلم كحل ابيض وعملت بيه الخطوط اللي هي موجوده في الراديو دي، لو عندك اي قلم ابيض ارسمي بيه كانه خطوط يديك ايحاء يعني ان هو الخطوط اللي موجوده في الراديو. وبس كده يبقى ده الشكل النهائي بتاعنا. يا رب يعجبكم الفيديو، عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واشوفكم الفيديو الجاي، باي.